وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف صوفي حالك دكتورة؟ صوفي، أيوة، أهلا من وسهلا. ليبيا. أنا بخير وعافية، أنت كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. فرحانة بك إني معاكي. يا حبيبتي، أنت من وين تكلمينا؟ من ليبيا. من ليبيا، أهلا وسهلا، الله شرفتيني. يسلمك، الله يسلمك دكتورة. طيب سؤالي تم. بسألك، عندي مشكلة في العلاقات الاجتماعية دكتورة. يعني عندي مثلا فجأة انقطعت العلاقة بخالي، بعدها قررت اوكي هو حر، انا قلت اوكي هو حر، مش ما يبش علاقة معنا، هو حر. هو اللي قطعت قطع. العلاقة معهم، هو اللي قطع. يعني هو فجأة كي قطع، بعدها قلت اوكي هو حر. بعدها خالي الثاني صارت مشكلة بسيطة، يعني هي مشكلة بسيطة مش كبيرة، بس برضو قرر انه يقطع. حتى لما حاولنا نصالحه معاه رفض رفضا تام. بعد هي دكتورة خالي الثالث. يعني فانا توا ثلاثة من خوالي مقطعيننا بشكل، ما بعرف كارمة الماما القصة معانا معايا انا ما فهمتش. بس يعني برضو الثالث سمعنا من برا انه هو مش ناوي، يعني قرر انه هو ما عادش يخلي حتى اهله يتواصلوا معانا. فهمتي عليا؟ يعني جاي الاهل انا ما عادش اتواصلوا معاهم هيك. فما فهمتش يا دكتوره وين المشكله، وشن رسالتي، شن الرساله؟ يعني انا وفاهمة اثنين ما هذه حاولتش اصلا القصة نصالح. بينهم وبين أختهم، ولا بينهم وبينك، ولا كل العائلة مع بعض؟ هو بينه وبين اختهم، بس حتى انا من ضمن، يعني من ضمنهم. داخلة من ضمنها. أوكي. ايوه طيب الأول، هل كان في سبب مشكلة ولا بدون مشكلة؟ نهائي نهائي، ما كانت في يعني مشكلة، يعني بس ما كنا على اتفاق مع زوجته. فمجرد ما احنا خلاص، فهو صب في صف زوجته، ما كان في اتفاق بيننا نحن وزوجته. الثاني لا، كانت في مشكلة بيننا، يعني كانت في مشكلة، انا يعني انا درت شيء فهو اغضبه فقرر قطع العلاقة. يعني مشكلة معايا، قرر قطع العلاقة حتى مع الوالد ومع الوالدة. تمام. تعتبرين نفسك أخطأتي؟ ايوه اخطات، الخطا بسيط ما يحتاج كل هالقطيعه، بس هو قرر انه يقطع. طيب والثالث؟ حاولت يعني حاولت نصالح وكذا، ما رافض. الثالث ما فيش ولا شيء، المشكله كانت اساسا مع خالتي، المشكله كانت مع خالتي، فقرر فجاه انه يقطع علينا كلنا، يعني الاخوات كلهم بعائلاتهم. يعني متعاطف مع أخته، مع واحدة من أخواته. ايوه هذول كلهم اخوان اشقاء؟ أشقاء. والاخير هذا قطع كل العائله. الأخوات كلهم، ثلاث أخوات كلهم قطعهم. الشعور امك يا صوفيا، الشعور امك. شوفي، أنا ماما لما نحكي معاها تقول علي كيفهم، يعني هم أحرار. ما بعرف شعورها، ما عمرها حستني إن أكيد زعلانة، بس أنا ما بعرف. بس أنا شعوري مرات نحس يا دكتورة إن ليش، يعني الأخوال شيء مهم، يعني ليش هيك؟ يعني خاصة إني أنا ما عنديش أخوان شباب كثير ولا عندي أخوات، فبحس العائلة عزوة، والخوال شيء يعني مهم وحابة الترابط. أوكي، أنا زعلانة، يعني نزعل، يعني ايوه زعلانة على الشيء هذا، إن كل حد يعني كل حد في عالم ثاني، نحن منفصلين عن بعضنا كليا. طيب يا صوفيا حبيبتي، خليني اجاوبك. شكرا الله جزيلا يسعد قلبك يا لك، دكتورة، ولازم مع تجي تقسيم السلامة. من عندك، انا ما اقدر اقفل. حاضر حاضر، حبيبتي يلا مع السلامة. شرفتيني. طيب يا جماعة، صوفيا عندها 3 أخوال قطعوا العلاقة معاهم. أول خال تقول ما صار في مشكلة، بس كان عندهم
عدم اتفاق او يمكن مشكله بسيطه مع زوجته فوقف معاها وانقطع، والثاني صار فيه مشكله هي اخطات فيها وانقطع، والثالث انقطع لانه متعاطف مع واحده من الاخوات. اول شيء ابغى اقول انه المشكله الاولى مع الخال الاول اللي هي صار فيها زي ما نقول هو تعاطف مع زوجته مثلا وقرر انه ياخذ موقف من عندكم، قد يكون هو شاف انه زوجته انظلمت مثلا، وكرجل لازم انه يحمي بيته قرر انه هو ينسحب بدل ما انه يضارب اخته. يعني قرر انه اقل الاضرار، هم راح يظلون ياذون زوجتي ياذونها، فاقل الاضرار خلني انا انسحب. لما يوم من الايام يمكن يقررون انهم هم يتفاهمون معها ويتقبلونها كفرد من افراد العائله. لانه في كثير من وانا ما اعرف عنكم او عن طريقه تفكيركم ورؤيتكم لزوجه الاخ او زوجه الابن، في كثير بعض الاحيان بعض العوائل تعتبر انه زوجه الابن تظل يعني غريبه او عليها قوانين اضافيه او لها استثناءات اضافيه. يعني في كثير ربك حول موضوع زوجه الابن او زوجه الاخ. لذلك كل ما كانت العائله اكثر وعيا، كل ما استطاعت انها تحتوي ابناء زوجات الابناء او زوجات الاخوان، كل ما استطاعوا ان يعتبرونها فرد من افراد العائله يتقبلونها باخطائها. يعني اعتبريها مثل اختك لما تخطئ، ايش تسوون فيها؟ اختكم صح ولا لا؟ تعدون، تضربون شوي بعدين تعدون تتقبلون. لذلك لما احد مثلا يقول لي والله انا صارت مشكله ووقفت مع زوجتي وكذا، يعني قد يكون هو شاف شيء. يعني فانا اقترح لهذا الخال رقم واحد انكم انتم تصفون اللخبطه اللي صارت بينكم وبين زوجته، انكم انتم يعني ترجعون الامور الى مجاريها بينكم وبين زوجته، وما تعتبرونها هي شخص يعني غريب او عليه استثناء او عليها قوانين اضافيه او عليها اي مطالبات تخليها يعني ما هي مرتاحه مع هذه العائله. الشيء الثاني اللي هو الخال الثاني اللي انت اخطأتي عليه، انا اعتقد انه لما احنا نخطئ على احد لابد اننا نعتذر. انت تقولين الخطأ بسيط ما كان يسوى يعني مكبر الموضوع. شوفي لما هذا كثير قاعدة مهمة، لما انت تخطي على احد ما تقدر تفهم درجة الالم اللي حس فيها بناء على وجهة نظرك. لا ما تقدر. يعني مثلا خلني اقول لك شيء، مثلا انا ممكن مثلا شخص يدخل علي في انستغرام يقول لي انت قبيحة انت مو حلوة، بالنسبة لي الموضوع يعني عادي جدا، يعني it's okay، يعني عادي جدا جدا. يعني كثير من الأحيان أصلا ما أنتبه ولا أعرف، بس أعرف إنه في بنات لو قلت لهم كذا ممكن ما تنام الليل، ممكن يعني كثير تنهز، ممكن كثير يعني تحس إنه مستقبلها نهار، خصوصا لما يكون التعليق من رجل. لذلك الناس ألمهم مو واحد، ولما أنت تخطي على حد الخطأ الألم اللي حس فيه بذات الخطأ هذا لو صار لك تقول لا هو عادي، مو شرط هو عادي له هو. لذلك ما أقدر أقول أنا خطيت عليه وهو زعل وكان الخطأ بسيط، ما المفروض أن أزعل هالزعل الكبير. أنا أقول إنه مدام تخطيت، مدام أنت اعترفتي الآن إنه أنت خطيتي، فأنا أقترح إنه أنت تعتذرين. الخطأ اللي انت سويتيه كلف العائلة كثير، يعني هو الآن زعل عليك وزعل على أمك وزعل قاطع العائلة، ليش؟ الموضوع بسيط، روحي واعتذري، قدمي الأسباب اللي خلتك انت تخطئين أو تقومين بهذا الخطأ، وقولي انك أنا ما راح أرجع أعيد هذا الخطأ مرة ثانية، يعني وفهمت انه خطأ وسوري اني أنا يعني أزعجتك، سوري اني أنا يعني أزعجت مشاعرك أو أذيت مشاعرك. الثالث اللي هو تعاطف مع أخت من الأخوات، أنا مش مع الثالث
شوفين الأول معاه والثاني معاه، الثالث أنا مو معاه. الثالث أول شيء شوفي، الأول تعاطف مع زوجته لأن زوجته في الغالب هي الطرف الأضعف، وبالتالي قدام أخته وقدام العائلة هم الطرف الأقوى، فلازم ينتصر للمظلوم. هنا هم في مرتبة واحدة، أخت وأخت، تدخل بينهم ليش؟ تدخل بين خلاف عائلي كذا وتنتصر لأحد على حساب أحد؟ فكرة غير مفضلة، غير مفضلة. لما تشوف اثنين من إخوانك يتضاربون، إذا حسيت إنه يعني أنت راح تخسر واحد منهم، بعد إذا حسيت إنك تقدر تصلح صلح، بس إذا حسيت إنك أنت بتخسر واحد منهم، بعد خلاص هذه النار ممكن تحرق الجميع وتحرق كل العائلة. ذلك الثالث كيف هو مشى من نفسه، مشى بتعاطف مع أحد يعني في نفس درجة القوة، ما المفروض إنه يتعاطف بهذه الطريقة، اللي مشى من نفسه يرجع من نفسه. أنا هذه وجهة نظري. خلونا ناخذ قسط.